وسهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامجكم الاسبوعي ود النجاح. كما عودناكم نستقطب عدة كفاءات في عدة مجالات. رحبوا معي بضيفة حلقتنا اليوم وهي السيدة خلود خالد سمير. اهلا وسهلا فيك سيدة خلود. يا اهلا وسهلا، نورتونا وشرفتونا. اهلا، انت بعد شرفتينا برنامجنا الاسبوعي ود النجاح. طيب في البداية سيدة خلود، نبي نعرف سيدة المشاهدين مين بتكون سيدة خلود وكيف كانت بداية حياتك المهنية داخل دولة الامارات. أنا خلود خالد سمير من مواليد الإمارات، تخرجت بكالوريوس بالعلاقات الدولية من جامعة الشارقة، حاليا طالبة ماجستير في الجامعة الأمريكية في الإمارات بمجال الدراسات الأمنية وتحليل المعلومات. شركتنا تعمل على توريد وتركيب وصيانة الأجهزة الأمنية، مثال على ذلك الإكس راي ماشين، الووك ترو ميتال ديتكتر، كمان المصدات الأمنية مثل البولرز والأرم باريرز والرود بلوكرز، كل أنواع المصدات الأمنية، بالإضافة إلى جميع أنواع أيضاً كاميرات المراقبة والكاميرات الحرارية، وكمان عندنا الكيناين اللي هن الكلاب البوليسية وما إلى ذلك، وجميع أجهزة الأمنية بشكل عام. في وقت جائحة كورونا أضفنا نشاط آخر وهو التعقيم، نشاط جميع أجهزة التعقيم، مثال على ذلك اللي هو البوابات الذاتية لتعقيم الأفراد والكباين التعقيم أيضاً والروبوتات التعقيم الشوارع. طيب سيدة خلود، بما أنه المنتجات تبعكم شوي حساسة أكيد بتكون الخبرات الموجودة لدى موظفينكم بتكون عالية، خبريني على أبرز الخبرات الموجودة لدى موظفينكم. نحن بيتم اختيار الموظفين عنا بعناية فائقة، مثل ما بتعرفي أنه هيدا المجال أنه كمان قليل الخبرات فيه. موظفيننا عبارة عن مهندسين، المهندسين عندهم خبرة أكثر من 10 سنين بالمجال، بالإضافة طبعا إلى الأقسام الأخرى، عندك القسم الإداري وعندك كمان الأقسام اللي هي الفنيين. كل موظف عندنا بنقسمه أنه بالخبرة اللي هو عنده إياها ليشتغل فيها، ما بنعطي لحدا شيء مش من وظيفته. رؤيتنا المستقبلية، نحن بنطلع ونطمح لاستخدام الكفاءات الإماراتية ونوصل لمرحلة نحن نقدر بالكفاءة الإماراتية طبعا نعمل على تصنيع الأجهزة الأمنية داخل الدولة، يكون صناعة دولة الإمارات العربية المتحدة. لكم التوفيق سيدة خلود. طيب سيدة خلود، احنا بنعرف ان دولة الإمارات هي معروفة عالميا انها دولة أمن وأمان وبتساعد اي مستثمر انه يكبر وينجح في اي بزنس، خبريني شو فائدتك نعمة الأمن والأمان؟ بما أني من مواليد دولة الإمارات العربية المتحدة ودرست فيها وتعلمت فيها، الأمن والأمان بالدولة شيء كثير مهم لحتى تكون الدولة متطورة، وهذا شيء متوفر 100% بالدولة الإمارات العربية المتحدة، فحبيت أنه استثمر بهيدا المجال وكفي دراستي التعليم العالي بهيدا المجال كمان. لك التوفيق سيدة خلود. طيب سيدة خلود، أكيد هذا بيرجع القيادة الرشيدة في دولة الإمارات، تقدم رسالة شكر لكل شيوخ الإمارات والله يرحم مؤسسة الدولة الشيخ زايد. We'll be right back.
الشيء اللي بيميزكم عن باقي المنافسين لكم في هذا المجال؟ اللي بيميزنا عن باقي الشركات المصداقية أولاً وكفاءة موظفين وخبراتهم في المجال، بالإضافة إلى الكواليتي للإكويبمنت اللي إحنا بنجيبها بتكون كتير عالية، وسرعة الاستجابة للعميل. طبعاً. طيب زي دخلت في الختام، تقدم رسالة شكر لإنسان هو ذلك أو إنسان كان داعم لك فترة حياتك المهنية؟ نعم طبعاً، أشكر أولاً وآخراً القيادة الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة وتوفيرهم للفرصة لدور المرأة في المجتمع ودعمها دائماً، وأحب وجه شكر لوالدتي أيضاً إنه هي السبب اللي أنا وصلت فيه حالياً. الله يحفظها لك. شكراً جزيلاً، وشكر للسيد زياد. إن شاء الله توصل رسالة شكر على بعض مجمل ود النجاح، أتمنى لك إن شاء الله التوفيق على مدى السنين إن شاء الله، وتتوسع إن شاء الله ونزورك في فرق ثاني. شكراً لك سيد. شكراً جزيلاً لكم، شرفتونا ونورتونا. شكراً لك سيد. في الختام شكراً لكم أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة، واللقاء في حلقة جديدة مع كفاءة جديدة. دمتم في أمان الله.